يا مظلوم يا غريب كربلاء مدارس آياتٍ خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخيد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي إلى أن يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات بعد يا دعبل وين تعرج هذه الليلة قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات قضايا غريب خراسان بغصتي نفس الفداء لغريب في خراسان في طوس يا حيدر ثوايا مأجور واحد من أبناك يا نازحا في طوس حي الله حي فرقت يا دهر الخنايا عصبة الأمج مرحبا بك
طيب حوت لاباه وبرض الطف لولا وبرض الغريب منهم وسامرة وبغداد واما الرضا في طوس وديت الى هنا وسيداه رحمك الله يا بن فايز ما ادريش جنيت في دهايا اركم يا اهل البيت حتى رماكم بالبلاء ويدي تشتي ويش لك عليهم يا دهايا حتى استوفي مدرش جرى وياك حتى ما خد قضى ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلاء دفنا وبلارو يا هي مصيبة مصيبتي المسموم في طوس يا نازحا في طوس حي الله محي بعد سيدتي عظم الله لك الأج وعميت عيوني من البكاية الموسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله أكبر ومن جثة دابه يفوه أحل مسك الأذفار والله حسافة يا إمام ما حضرنا ويلي على اللي عذبه المأمون حاله كم عاهد بعهود لكن ما وفى ولا هجع حتى رديه اي الذات غاله مأمون وش ذنب الرضا يا رجس ويا بعد عندش جنازة اليوم سيدتي ولا تحسبوني للرضا عفاك في طوس ماجي ولا إلى بغداد ما رحت تعن كلهم عليهم نوحة والجيب شقيت ويذوب قلبي لنعى ناعي على حسين على حسين وحزني المرجع لله لا حول ولا قوة ولا عصمة ولا منعة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل الإمام وهو ثامن أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين
الإمام بالحق ثالث العليين أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن لنا أن نقسم حياة الإمام الرضا عليه السلام في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي التي ابتدت من سنة 48 بعد المئة وهي سنة ولادة الإمام عليه السلام إلى سنة 83 بعد المئة ذكرى استشهاد الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. هذه هي المرحلة الأولى. إخواني، مع أن هذه المرحلة تعتبر فترة طويلة بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، إلا أن المؤرخين لم يتحدثوا عن الإمام في هذه المرحلة مطولاً. التفت لي جيدا، وإنما أشاروا إلى أن الإمام عليه السلام في المرحلة الأولى له ركز تركيزا كبيرا على الجانب العلمي، وهذا ما نقله علماء السنة فضلا عن علماء الشيعة. فقد ورد عن ابن حجر في تهذيب التهذيب، ابن حجر من أكابر علماء إخواننا أهل العامة، روى في تهذيب التهذيب قال: وكان الإمام عليه السلام يجلس في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويفتي الناس وهو ابن نيف وعشرين سنة. النيف يعني من عدد واحد إلى ثلاثة، يعني 21 22 23 سنة. كان الإمام عليه السلام يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وهو ابن نيف وعشرين سنة يفتي الناس في المدينة المنورة. وأيضا روى الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عنه عليه السلام: كان يجلس في مسجد النبي ويفتي الناس مع وجود مالك في المدينة المنورة. مالك ابن أنس، وما أدراك من مالك؟ مالك لا يفتى، ومالك في المدينة، ومالك أنذاك عمره تقريبا في نهاية 80، يعني في مقتبل عمر 90 سنة، الإمام في ريعان شبابه صلوات الله عليه، كان يجلس في مسجد النبي ويفتي الناس مع وجود مالك. شنو تفهم من هالعبارة؟ تفهم من هالعبارة أنها مدحا لشخصية الإمام عليه السلام الذي يستطيع أن يفتي الناس مع وجود أكابر علماء، مع وجود أصحاب المذاهب. كان هو عليه السلام يفتي الناس وهو ابن 20 سنة. وأيضا مما ورد في كتب أبناء الشيعة أيضا كثير من هذه الروايات أنه كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
ويلتف حوله الناس وينهلون من نمير معارفه صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال عليه السلام: إذا استصعب عليهم سؤال التجأوا إلي وأنا جالس في الروضة في المسجد النبوي الشريف. إذن هذه المرحلة الأولى من مراحل حياة الإمام عليه السلام، مع أنها فترة طويلة جدا، لكن المؤرخين ركزوا على هذا الجانب وقالوا أن الإمام في مراحل حياته الأولى ركز على الجانب العلمي دون الجوانب الأخرى تركيزا كبيرا. السؤال الذي يطرح نفسه في المقام، التفت لي جيدا، لماذا ركز الإمام عليه السلام في مراحل حياته الأولى على الجانب العلمي دون غيره من الجوانب الأخرى؟ ليش ركز على الجانب العلمي دون الجوانب الأخرى؟ طبعا أكو جوانب أخرى، لكن شغل الإمام وتركيز الإمام كان على الجانب العلمي. لماذا؟ لعدة أسباب. من جملة هذه الأسباب جعلت الإمام يركز على الجانب العلمي دون الجوانب الأخرى، نذكر سببين لضيق المقام. السبب الأول: مواجهة للأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، انتشرت في زمن الإمام عليه السلام هنا، وطبعا هذا في كل زمان ينتشر، لكن في زمن الإمام أيضا انتشر هناك أناس يأتون بأحاديث وروايات موضوعة. مثلا خل أضرب لك مثال: في زمن هارون الرشيد، وقد عاصره الإمام عليه السلام في بداية مراحل حياته، كان هارون الرشيد يجلس في مجلسه ويأتون إليه الرواة والعلماء وأصحاب البلاد وغيرهم. فذ يوم من الأيام دخل عليه رجل، والرواية غريبة جدا ما تصرح بمن هو هذا الرجل، لكن كل ما تقول الرواية أن كان في المجلس رجل من القرشيين، من أكابر القرشيين، ولعله الإمام، لكن تعرف أن إجت فترة على أهل البيت ما يستطيع الراوي أن يصرح باسم الإمام، يعطيه ألقاب، يعطيه صفات، يقول قال أبو فلان وقال فلان. زين، يقول رجل من بني من أهل قريش من القرشيين التفت إلى رجل كان إلى جانب هارون، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقي موسى آدم فقال موسى لآدم: هل أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة؟ شوف من جملة هالروايات، هاي روايات الموضوعة، الرجل القرشي التفت إلى هذا الراوي القائل بالرواية، قال له: ومتى لقي موسى آدم؟ وين موسى؟ وين زمن آدم؟ وإنت وين وصلت إليك هالرواية هذه؟ من وين جايبينها؟ ومتى لقي موسى آدم؟ فانتفض هارون، قال: علي بالنطع والسيف، هذا زنديق يطعن في أحاديث الرسول الأكرم. شوف إلى هذا الحال. إذن الإمام جعل الإمام عليه السلام أنه يركز على الجانب العلمي لمواجهة الروايات والأحاديث المكذوبة والموضوعة على لسان النبي صلى الله عليه وآله. هذا سبب. السبب الثاني: مواجهة
لأهل فتاوى الضلال والانحراف، لأن أكو هناك فترة من الفترات هناك من يتسمون بالعلماء وهم يفصلون الفتيا على مقاس ما يريدون ويريد أهل زمانهم. يقولون في زمن هارون الرشيد أعجب بجارية من جواري أبيه وهم بها وراودها عن نفسه. قالت له ما أحلك، أنا جارية عند والدك وأبوك لا مسني، يعني ما يصير يعني أن. فكتب إلى أحد الفقهاء في ذلك الزمان يقال له أبو يوسف، فكتب إليه إن الأمة ليست بمأمونة. يعني ويش يعني؟ أعطاه الضوء الأخضر، فعل ما تريد. إذن لمواجهة هؤلاء أصحاب الفتيا للضلال والانحراف جعل الإمام يركز على الجانب العلمي دون غيره من الجوانب. إذن هذه هي المرحلة الأولى من مراحل حياة الإمام الرضا عليه السلام. انجي إلى المرحلة الثانية وهي التي ابتدت من سنة 83 بعد المئة، وهي ذكرى استشهاد الإمام الكاظم، إلى سنة 200 للهجرة. وهذه الفترة كانت فترة إمامة الإمام عليه السلام، ما يقارب يعني 16-17 سنة تقريبا. زين، هذه الفترة التي عاشها الإمام، هذه المرحلة، ماذا ركز الإمام عليه السلام في هذه المرحلة؟ هذه المرحلة من حياة الإمام عليه السلام ركز على جوانب ثلاث، التفت لي جيدا. الجانب الأول تقنية الأحاديث التي وضعها الوضاعون للطعن في عقيدة التوحيد. طبعا انتشرت، هذه تنتشر دائما بين فترة وفترة، هناك بعض المنحرفين وبعض الذين أشركوا بالله عز وجل والذين لا يعتقدون بألوهية الله ولا عدل الله عز وجل، لذلك انبر الإمام عليه السلام لمواجهة هؤلاء. ليش الإمام قال حديث سلسلة الذهب؟ كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها. وقيد الإمام شرط التوحيد ماذا؟ وأنا من شروطها. يعني ولاية أهل البيت شرطا من شروط صحة التوحيد والعقيدة الحقة. لذلك الإمام عليه السلام في زمانه كانوا أناس يأتون بروايات تطعن في توحيد الله تبارك وتعالى، وأيضا يأتون بروايات يسيئون استخدام الرواية إلى مآرب أخرى. مثلا دخل رجل على الإمام عليه السلام قال له قال رسول الله، وهو بس هالشكل هذه علاقة يعني، قال قال رسول الله إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة جمعة. شو تقول في هالرواية؟ فقال الإمام عليه السلام لعن الله المحرفين، لعن الله محرف الكلمة عن مواضعه. رسول الله ما قال هالكلمة،
ما هالرواية ما قالها النبي، وإنما قالها بصيغة أخرى. قال له ما هي الصيغة؟ قال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله عز وجل ملكا ينزل في كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ وهل من مستغفر فأستغفر له؟ وروى هذه الرواية الإمام، قال هي عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الإمام عليه السلام إجا في هالفترة حتى يقف في مواجهة هؤلاء الذين يسيئون استخدام الرواية وأيضا يروجون إليها ترويجا آخر. وإلا الله عز وجل ليس بجسم حتى ينزل في كل ليلة جمعة، وبعد قالوا ينزل على هيئة كذا، وما أريد نصرح بك الكلام، لكن الإمام وقف أمام هؤلاء. ثم أيضا من الروايات التي أيضا أساء استخدامها وطعنا في توحيد الله، قالوا قال رسول الله. ما قصر بعد هداك الرجال، ما قصر، قال قال رسول الله: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. شو تقول يا ابن رسول الله؟ قال والله كذبوا، ما قال رسول الله هذا الكلام، وإنما حذفوا كلاما وجاءوا بكلام آخر. قال له شنو الرواية؟ قال له مر النبي صلى الله عليه وآله على رجلين يتسابان، فقال أحدهما للآخر: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لا تقل هذا الكلام، إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. شوف هذا الضمير، أهل العربية يقولون الضمير دائما يرجع إلى القريب ما يرجع إلى البعيد، يعني هذا الضمير يرجع إلى آدم ما يرجع على الله عز وجل. يعني يقصد النبي صلى الله عليه وآله أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على صورة ماذا؟ على صورة آدم، مو الله خلق آدم على صورته. هذا طعن في توحيد الله وفي العقيدة. الله عز وجل ليس بجسم وليس بكائن حتى أنك تكيف وتجسم وترسم الله عز وجل. إذن هكذا انبرى الإمام عليه السلام لمواجهة هؤلاء. هذا الدور الأول في مرحلة حياة الإمام. في المرحلة الثانية، الدور الآخر عليه السلام له تنقية مجاميع الأحاديث والروايات. شلون؟ يونس ابن عبد الرحمن، يونس وما أدراك ما يونس، جهبد من جهابذة الشيعة أنذاك، ومن أصحاب الإمام عليه السلام. يونس ابن عبد الرحمن يقول: دخلت العراق، تفت، يقول: فرأيت جماعة من أصحاب أبي جعفر يعني الباقر، وأصحاب أبي عبد الله يعني الإمام الصادق. يقول: فلقيت عندهم روايات وأحاديث، فدونت هذه الروايات والأحاديث، ثم جئت بها وعرضتها على الإمام الرضا عليه السلام. يقول: فحذف الإمام كثير من الروايات والأحاديث، ثم التفت الإمام إليه قال له: إن لكلامنا حقيقة وعليه نور،
ومن لا حقيقة له ولا نور عليه فهو من كلام الشيطان. وأخذ يونس ابن عبد الرحمن يدون الروايات الصحيحة اللي صححها الإمام عليه السلام. أبو هاشم الجعفري هذا من الرجال يقول أخذ كتاب يونس ابن عبد الرحمن اللي دون فيه الرواية وعرضته على الإمام الحسن العسكري عليه السلام. يقول فنظر الإمام عليه السلام إلى كتاب يونس وقال رحم الله يونس، وكررها الإمام 3 مرات، رحم الله يونس، رحم الله يونس. كتب الله له عز وجل بكل حرف نورا يوم القيامة، ثم قال إن هذا ديني ودين آبائي. إذن أخذ الإمام على عاتقه عليه السلام تنقية الأحاديث والروايات الموضوعة والمكذوبة على أهل البيت عليهم السلام. هذا دور. الدور الثالث في المرحلة الثانية للإمام عليه السلام تصحيح المفاهيم الخاطئة. أكو مفاهيم عند الناس وهذه المفاهيم خاطئة، من جملة هذه المفاهيم الخاطئة مفهوم الزهد. الزهد كيف يفهم الناس؟ مثل الصوفية الآن قالوا الزهد يعني تأكل الجشب من الطعام وتلبس الثياب الممزقة المرقعة، يعني ما تعيش في هالحياة. هذا واحد بيعيش بهالنمط هذا زين، شلون يعيش هذا الإنسان؟ الله خالق الإنسان حتى يعذبه في الدنيا؟ ودخلوا جماعة منهم صوفية، فرقة انتشرت في زمن الإمام الرضا عليه السلام، دخلوا جماعة على الإمام وكان لابس لباس جميل مرتب فاخر. قالوا له يا ابن رسول الله إن الأمة تطلب رجلا يأكل الجشب من الطعام ويركب الحمار ويلبس الثياب الممزقة. فانبهر الإمام عليهم السلام منهم، يعني التفت الإمام إليهم وقال إن يوسف نبي وابن نبي وكان يلبس أقبية الديباج المبطنة بالحرير، وإن الله سبحانه وتعالى لم يحرم طعاما ولا ملبوسا، وإنما يريد من الإمام أن يكون عادلا وقاسطا. ثم قال الإمام إن الله جميل يحب الجمال، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إذن صحح الإمام عليه السلام جملة من المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس مثل مفهوم الزهد. هذه المرحلة الثانية من حياة الإمام عليه السلام. المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ابتدت من سنة 200 للهجرة إلى 203 أو 202، وبعضهم يقول 201 لأن الإمام ما عاش تقريبا في خارج المدينة أكثر من سنة أو أقل من ذلك، أكو اختلاف عند المؤرخين. وهذه الفترة تعتبر أقصر فترة في حياة الإمام عليه السلام، والتي قبل فيها الإمام ولاية العهد مكرها. ليش قبل الإمام عليه السلام؟ لعدة أسباب، من جملة الأسباب اللي جعلت الإمام يقبل ولاية العهد
أنه أراد أن يلتقي بكبار علماء الأديان وما يمكن أن يلتقي بهم إلى أنهم يجتمعون في دار الإمارة، يعني دار المأمون العباسي، دار الرئاسة، وذولا ما يجون من كبار علماء الأديان ويجتمعون ويناظرون ويتحدثون إلا في ديوان عبد الله المأمون. فلذلك قبل الإمام عليه، هذا واحد من الأسباب، قبل الإمام عليه السلام ولاية العهد حتى يكون قريب ويلتقي بهؤلاء ويحاججهم الدليل بالدليل والرأي بالرأي والكلمة بالكلمة. بعد شو اللي خلى المأمون العباسي، وإلا هو حرب ضروس بينه وبين الأمين تقريبا 4 سنوات 7 أشهر، إلى بعضهم يوصلها إلى 5 سنوات حرب ضروس بينه وبين محمد الأمين، لأن محمد الأمين ابن الملكة زبيدة وهذا المأمون بعد. اقرأ التاريخ أنت، خلي التاريخ إليك، روح اقرأ التاريخ شوف هذا المأمون كيف إجا إلى عالم الدنيا حتى تعرف. لا يبغضك يا علي، روح روح اقرأ التاريخ واقرأ اقرأ تاريخ المسلمين زين. لأن المأمون العباسي في فترة حكم صارت ثورات وحروب، وحتى مضى من جماعة الدولة أنذاك ما يقارب 200,000، أراد أنه يخفف وطأة هذه الحروب، فلذلك قدم الإمام عليه السلام لولاية العهد. ومع أنه أراد من ولاية العهد المأمون أنه يسقط الإمام في أعين الناس، أنتم مو تقولون أئمتكم ما يحبون الدنيا وما يتعلقون بالدنيا، الرجال قبل ولاية العهد، لكن مع ذلك يا إخوان الإمام أغلق الأبواب في وجهه وكان قريبا من الناس يتحسس معاناتهم، حتى يقول أحد جلاوزة المأمون العباسي يقول ما رأيت رجلا أفضل من هذا، من جلاوزة المأمون يقول ما رأيت رجل في الوجود في زمانه أفضل من، يقول ما رأيته رد أحدا لحاجة قصده فيها وهو قاتل، وما مد رجليه أمام جليس قط، وما رأيته قطع الحديث عن أحد قط، وما كان يتقهقه في المجالس، وإنما كل ضحكه التبسم عليه السلام، حتى إذا وضعت المائدة جاء بالخدم والعبيد يجلسون معه ولي عهد، يعني الرجل الثاني، وإذا هو يجلس على المائدة وياه العبيد والخدم، حتى التفت إليه بعضهم قال لي يا ابن رسول الله هلا وضعت لهؤلاء مائدة لوحدهم ونحن لوحدنا؟ فالتفت إليه الإمام قال له مه، إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل هذه الشخصية العظيمة وهذه الخصائص والصفات هي في مولاك علي بن موسى الرضا، هذا اللي خلى المأمون العباسي يشتعل قلبه حقدا وضغينة وبغضا على الإمام عليه السلام،
حتى قدم إليه سما نقيا وقضى على الإمام شهيدا غريبا في دار غربة. أنت إذا تسلم على الإمام وش تقول؟ ها؟ قول السلام عليك يا غريب الغرباء. التفت الإمام لأبي الصلت قال له يا أبا الصلت؟ قال له بلى. قال له يدعون الرجل إلى قصره وأن تقف على الباب، أعطيك علامة، إذا خرجت وأنا مكشوف الرأس كلمني أكلمك، وإذا خرج وأنا مغطى الرأس. يقول الشيخ حسن زين يعني عبايت على رأسي لا تكلمني فإني مشغول بنفسي. أبو الصلت يقول ما استتم كلام الإمام وإذا بالباب تطرق. من الطارق؟ قال أنا رسول الأمير. الأمير يدعو ولي عهده. يقول نظرت إلى الإمام تعمم بعمامته وضع رداءه على منكبيه. يقول رأيت الإمام وأنا أمشي من خلف لا يضع رجلا لا يرفع أخرى إلا وهو يذكر الله ويسبح. إلى أن وصل الإمام إلى ساحة القصر وهو دخل إلى قاعة القصر وقد أخرج المأمون كل من كان في قاعة القصر وتفرد هو لوحده مع الإمام الرضا. جار الحديث بينهما ثم قدم إليه ذلك الطعام، قيل في عنب قيل في شراب الرمان. ولما التفت الإمام قال كل يا ابن العم، لما قال له المأمون فالتفت الإمام قال اعفني، قال لعلك تتهمنا بشيء. فأخذ الإمام ذلك الطعام المسموم، فلما استقر ذلك الطعام في جوفه وأحشائه حس من فيه إلى سرته. من يقطعها؟ اصرخ وعلياه وإماماه. حس من فيه إلى سرته من يقطعها بالسكاكين ويجرحها بالمواسيه. قام الإمام على قدمه وقد سقط الكاس من يديه، وضع عباءته على رأسه. يقول أبو الصلت بينما أنا كذلك وإذا بالإمام خرج وهو مغطى الرأس وقد تغيرت ألوان الإمام. يقول ما تحدث معه لكن شفت الإمام من حرارة السوم يقوم ويجلس على الأرض. إلى أن وصلنا إلى دار الإمام رمى الإمام بنفسه المبارك على فراشه وأخذ يجود بنفسه وقال يا أبا الصلت أغلق الأبواب علينا. وترى ما كان الإمام عادة يغلق باب، سيدي احنا على بابك هالليلة، ها يا أبا الحسن نظرة منك سيدي. أجركم الله أحسن الله لكم العزاء. بينما هم كذلك وإذا بالإمام قد أقبل، السلام عليك يا أبا الصلت. قال وعليك السلام، من أنت وكيف دخلت علينا والأبواب مغلقة؟ قال أوهل ضعف يقينك بنا أهل البيت، لبالك تجودنا أبواب. الذي أخرجني من وطن جدي رسول الله هو الذي أدخلني عليكم والأبواب مغلقة. شوي وإذا بالصوت من الحجرة، يا أبا الصلت دعه يدخل علي هذا مولاك الجواد. دخل الإمام
انكب على أبيه ما هي إلا لحظات، أخذ يناجيه طويلا هذا وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه. ما أقدر أقول دار عينيه في أهل بيته لأنه وحيدا غريبا. آجركم الله، وجه وجهه نحو القبلة، قرأ سورة ياسين والواقعة، أطبق وفاضت روحه المقدسة. رحم الله من نادى وإماما ومسموما، لكن المعزات من هي يا جماعة؟ المعزات هي صاحبة العزاء، هي المعزات الزهراء أم فاطمة، كأني بها تنادي وولداه وعليا كل صباح وكل مسيا وياي ينفقد من لي ولد. شردوهم بالفيافي ولا يقاون بل خالية منهم منازلهم ولا منهم أحد، بس حرم ويتام مدهوشين من عظم المصر. بعض عندي بالمدينة وبعض راحوا بالسجون، والذي للبر هاما للوطن ما يرجع، والقضاء بالسم غيله يا خلق ما ينحصوا، والذي ذبحات ظل لاجسادهم فوق الترى. وسيداه بعض عندي بالمباني وبعضها مو بالبرور، بعض حصل لهم مواراه وبعض ما حصل وقبو، كم جسد بالطف عاري وراسل بخط يدور، كم طفل مرمي بكتر حسين دامي، وكم شب ومن فعل بغداد ذابت مهجتي وقلب انكسار، مهجتي باب الحوايج ظل رمي على الجسم، والمصيبة اللي دهتني ابطوس مخسوف البدو، عنه بعيد العشيرة وميت ببلدة جنة، واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل، لاجل ابو محمد تزلزل يا خلق عرش الجلي، والاعلام السود منشورة ومدامعهم تسيل، تزت السبع العلية بالأرض صار القلة. وإماما قام شبل يغسله والدمع من عينه همه، مدد على المغتسل والماء جاه منس، وبلطفوف حسين جده تغسل بفيض الدمه، والجفن ساف الثرى عريان مسلوب الثياب،